السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم غريبه الكوكو السميده اللي كتجي مع الكولتيده، مقادير ديالها بسيطه وكذلك طريقه التحضير. فهاد الوصفه كنحتاجو 3 حبات بيض يكونوا بحجم متوسط وبحراره المطبخ، ثم كنضيف عليهم 150 غرام من سكر سنيده او سكر حبيبات اللي كيعادل ليا تقريبا كاس عنب ممتلئ. ثم عندي هنايا نصف ملعقه من النكهه ديال الاناناس اللي كنعرفوا جميع انها كتواتى بشكل كبير مع الكوك، ويمكن لكم تعوضوه بنكهه الليمون او نكهه البرتقال. هنا عندي رشه الملح، ثم كنضيف قشور ديال حامضه، كنخدم هاد المكونات مزيان حتى كنحس بان السنيده دابت ليا في يديا، ما كتبقاش نحس بها نهائيا والخليط كيبان ليا معلق. ثم كنضيف 90 غرام من زيت نباتيه تقريبا كاس الا ربع، حتى هو كنخدمو مزيان مع الخليط حتى ما كيبقاش يبان ليا نهائيا في الخليط. هاد الطريقه او هاد المرحله جد مهمه فهاد الغريبه، لان هي اللي كتخلي الغريبه كتجي معلكه. كنحسوا في ان الخليط ثقيل في يدينا ولا معلك. هانتوما كينزل خيط واحد، ثم كنضيف 2 معالق كبار من كونفيتو ديال المشمش اولا مربى ديال المشمش، عندي 250 غرام من الكوك او جوز الهند نوعيه جيده، يعني الكوك اللي كيكون من يدم كيساعد في نجاح هذه الغريبه هذه. كنصحكم انكم تشريوه من المحل اللي كيبيع لوازم الحلويات، وهما اللي كيكون عندهم دائما نوعيه جيده. هنا عندي 250 غرام من السميده الرقيقه اللي كنضيفها بشويه بشويه، يعني ميزاني. ثم كنضيف خميره الحلويات او بيكن باودر 7 غرام. كنعرفوا ان السميده كتختلف من نوع لنوع، يعني كاينه السميده اللي كتشرب وكاينه اللي ما كتشربش، فكنضيفها بشويه بشويه وانا كنرد البال. خاص الخليط يكون خفيف وفي نفس الوقت يتجمع ليا، وكناخذو بعين الاعتبار ان السميده كتشرب. هنا في هذه الوصفه خدات ليا 200 غرام، يعني كاس ونصف، المقياس كاس عنبه. يعني دائما ما بين 180 حتى 200 غرام. هنا كنعمل الخليط ديالي على شكل كويرات، وكنفندو طبعا في سكر كلاصي سبيسيال، يعني خاص بالحلويات. صافي، كنفندهم بهذه الطريقه هذه. كنبدا نضغط عليهم بيديا باش كنزيد سكر كلاصي يثبت ليا في الحلوه. في هذا الاثناء نكون مسخنه الفران على درجة حرارة عالية.
بعد ما استفدت الغريبه في اللاطه فكناخد معلقه صغيره وكنبدا نضغط عليهم بهذه الطريقه لكي يزيد ان الغريبه تزيد تشقق ليا ولا كتساعد في التشقاق ديال الغريبه. هنايا بعد ما خليت الفرن كيسخن غادي نوضع اللاطة ديالي لتحت وغادي نقص العافية، طبعا تكون من فوق منها تكون ضئيلة يعني مهيلة، ونخليها حتى كتبان ليا تشقات بهذه الطريقة هذه، ثم كنطلعها لفوق ونخليها كطيب. طبعا نرد معها البال ونكون حداها تيبان لي ان الذهبات من التحت، ونحيدها ونخليها تبرد تماما عاد باش نزولها من لاطا. كنتمنى ان هاد لا فيديو يعجبكم وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير. شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش تعملوا الاشتراك وتعملوا لايك لا فيديو، والى اللقاء مع فيديو اخر باذن الله.